لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي للناشئين نظيره المنتخب الجزائري، وذلك في الدور الربع النهائي ضمن البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة. وكان قد تأهل المنتخب الوطني المغربي للناشئين في صدارة المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخب الجزائري بالمركز الثاني في المجموعة الأولى. وسيكون المنتخب الوطني المغربي للناشئين على موعد مع مواجهة قوية ضد المنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي. وتنطلق المواجهة بين كلا المنتخبين يوم الأربعاء 10 ماي بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر، وذلك لحساب الدور الربع النهائي ضمن البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة. للإشارة، المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة رياضية المغربية TNT بالإضافة لقناة بي إن سبورتس الثالثة.